انت بنيوت الطيوت نارشي ارف سبا بابا تاودرس نم بنيوت نبس كوبوس افا بابا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. الله يا حامل خطية العالم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا ورحمنا. الروس القدوس ارحمنا ايها الرب اله قواتكم معنا لانه ليس لنا معين شديدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله لا تصنعنا بغير الاتنا لا تدفع عنا معرفه ولا تدفع عنا بغير معرفه الخفيه والظاهره. يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم قبل قمص الشمامسة والإكليروس كل الشعب وضعاف يكونوا محاللين فمن الثالوث القدوس الآب والابن القدس من كنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية فهل اثني عشر رسول الناظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطير قديس ساويروس معلمنا ديسقوروس قديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا فمذاب قديس كيرلس القديس باسيليوس القديس هيروديوس فالثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقية 150 بقسطنطينية 200 بأفسس ما بين الطباو المكرم بابا أنبت ودروس الثاني من فم حقارتي مبارك اسمك القدوس إيروس جاف كونو متيوت إمي فريتن هانيسو إف إنا فنجينيس وطنو إف إي أو أو نوف أفور كنجيب تويسو هني فوم إن إثيف جين ثوك بيف أوي بشايني كطاين تاكسي سمل شيسة ادك تشوي سوينا ممك بنيوت ثواب بطريارشيس بابا افطا ودرس بما هي اصناف نم بنيوت نيبس كوبس افا با افلي تشوي سفياري متين اونخ اللي
وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته المزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. أيها الرب إله القوات أرجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة، أصلحها وثبتها هذه التي غرستها يمينك. فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون. اقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يا أبانا الطاهر البابا البطريارك الأنبا تودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بابلي. الرب يحفظ لنا حياتكما. آمين. باسم الرب ربنا وإلهنا ربنا وملكنا ربنا ومخلص نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. Yeah.
وبدأ يكلم الشعب بهذا المثل: إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرمينا وسافر زمانا طويلا، وفي الأواني أرسل عبدا إلى الكرم ليعطوه من ثمر الكرم، فضربه الكرمون وصرفوه فارغا. فعاد أيضا وأرسل لهم عبدا آخرا فضربوا الآخر وأنوه وصرفوه فارغا. ثم عاد أيضا وأرسل الثالثا فجرحوا هذا الآخر وأخرجوه، فقال رب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسلوا ابن الحبيب لعلهم يخجلون منه. فلما رآه الكرمون تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ليكون لنا الميراث. فأخرجوا خارج القرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم رب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا: حاشا. فنظر إليهم وقال: فما هو هذا المكتوب؟ إن الحجر الذي رفده البناؤون هذا قد صار رأس الزاوية، فكل من يسقط على هذا الحجر يتردد، ومن يسقط هو عليه يسحقه. فطلب الكتبة ورؤساء الكهنة أن يلقوا أيديهم عليه في تلك الساعة، فخافوا الشعب لأنهم علموا أنه قال هذا المثل عليه والمجد. نساء كثيرات عملنا فضلا، نساء كثيرات عملنا أمور كويسة، نساء كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعا، لأنها حملت الله المتجسد في أحشائي، فأخذت مكان عظيمة. واعتبر أن بوجود حواء الثانية ارتفع شأن المرأة أعظم ارتفاع. ربما كثيرين في الشرق يقللون من قيمة المرأة، وفي المجتمع الذكوري ربما تجد المرأة لها انخفاض في الحياة، لكن الرب الإله على شأنها أنه صار ابنا لحواء الثانية. ما يشغلنا عن أمنا العذراء هو أن أتحدث عن خضوعها، وهذا الصفة ربما قلت في هذه الأيام لأننا نقترب من أيام أخيرة. عندما يكون هناك متمردين غير خاضعين لا يريدون أن يخضعوا أو يطيعوا، وهذا هو حال الزمان الأخير. يقول الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس: اعلم
أنه في الأزمنة الأخيرة ستكون أزمنة صعبة. لماذا؟ لأنهم يكونون غير مطيعين. أنه عدم الخضوع والطاعة هذا وحال الأيام الأخيرة. ألا نجد تمرد من كل جانب في الحياة؟ حتى عندما غيرت بلادنا كانت تتولى هذه الحركة حركة تمرد. فهناك أمور لا يستطيع مرات الإنسان أن يخضع لها حتى لو صح. واسألوا أولادكم في سن المراهقة يرفض كل ما يقدم إليه من الآباء والأمهات. لماذا؟ لأنه يعتبر شخص مستقل لا يريد أن يخضع. ومن العذراء فاقت كل الحدود وهي في سن صغيرة تقول للملاك عندما أتاها بالبشرى ليكن لي كقولك. فعندما سمع الملاك قال لها أنا جاي من أجل الكلمة دي، يقول فانصرف عنها الملاك، أي أنه كان يحتاج أن يسمع هذه الكلمة ليكن لي كقولك. قال لها خلاص أنا ماشي، فانصرف عنها الملاك. يا عزيزي ربما نخضع لأمور جسدية مثلما أخضع لطبيب جراح ويعمل بي تحت المخدر ما يشاء، ربما أخذ أدوية من طبيب ولا أفحصها، فده نوع من الخضوع. أنت بتسمع الكلام يا عزيزي. عندما نطلب إليك أن تخضع في أمور، لماذا تتمرد؟ لماذا؟ هناك صور كثيرة للخضوع. يقول الرسول يعقوب أولا اخضعوا لله. أن تستطيع عزيزي أن تزعن وأن توطي راسك أمام وصية المسيح وهي التي تعلو وأنت المنخفض. عود نفسك أنك مش أعلى من الوصية حتى وإن لم تفهمها. عندما يقول الرب الإله ألا تشتهي، هذه وصية قال في العهد القديم في الوصايا العشرة، لا تشتهي امرأة قريبك ولا حمار قريبك ولا تشتهي ما في بيت قريبك. هذه وصية. من الذي يخضع؟ وجاء الرب الإله في المعز على الجبل وقال كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. هذه وصية. أتستطيع عزيزي أنك توطي راسك تقول كلام ربنا صحيح وأنا اللي غلطان؟ عندما تجد شخص سائر في الحياة الروحية ما الذي يميزه؟ الطاعة والخضوع. طاعة. يا بخت كل شخص، انت نفسك لو عندك اولاد، هذه عادة عند الاباء والامهات، بيكون عندكم 3-4 اولاد وبعدين ولد من الولاد بيقول لك حاضر نعم، الا يكن محبوب لقلبك؟ كل ما تقول له حاجة يقول لك حاضر، اللي تقولي يا بابا، اللي تقولي يا ماما، مش ده يبقى محبوب؟ لماذا نتمرد على وصايا الله؟ الله يريد ناس مطيعين خاضعين. لماذا؟ لأنه عنده الرؤية الكاملة. تقول لي هو كل اللي ربنا بيقوله صح؟ نعم. طب واللي أنا بقوله مرات لولادي؟ مرات يطلع صح ومرات يطلع غلط. الكتاب اللي قال كده مش أنا، الكتاب بيقول أنه لنا أباء أجسادنا مؤدبين كنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ يقول الرسول يكمل هؤلاء أدبونا حسب استحسانهم. ممكن الأب يكون عفوا أخلاقه وحشة وبيرب ابنه بطريقة وحشة، يقول حسب هؤلاء أدبونا حسب استحسانهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ يا عزيزي ربما احنا بنربي ولادنا صحيح، ما عندناش جايز بعضنا ما عندوش اساليب في التربيه، والولاد مرات بيسمعوا الكلام
وربما يطلع ولد عفوا اخلاقه مش كويس بسبب التربيه اللي في البيت. فربنا بيقول لي انت ما تخضعوا للكلام اللي بقوله، اخضعوا لوصيه المسيح، اخضع للوصيه. ربما ما تخضع للوصيه انت نفسك تتعلم وتعلم اولادك. فالرسول يعقوب يقول اخضعوا لله. ثانيا، دي صوره من صور الخضوع. ثانيا، خضوع الزوجات للأزواج، وهذه طامة كبرى موجودة في عالمنا الحديث. عندما نقول في المسيحية أن الزواج هو أن الرجل رأس للمرأة، مش إحنا اللي قلنا ده، الرب الإله لا، أن الرجل رأس للمرأة. ويطلب الرسول بولس في رسالتين، رسالة أفسس وكولوسي، يقول هذه الكلمة: أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. بما أن الرجل يخضع لله، فربنا بيقول للمرأة اخضعي لزوجك لأنه يخضع لله. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. وياما بيوت بتحصل فيها مشاكل وأمواج صعبة وطيارات صعبة، ربما الحل أن الزوجة في مرة من المرات تقول حاضر نعم والموجة تعدي. ودي شطارة من الأخوات، شطارة من حضرتك لما تكوني بتخضعي والأمور بتعدي. هتا النساء لماذا نحافظ على سلام البيت؟ البيت يحارب من قوات الظلمة، من الشيطان نفسه، لأنه يريد أن يهدم خلايا الكنيسة. إيه خلايا الكنيسة؟ كل بيت منكم عبارة عن خلية بيكون الكنيسة، فعايز يهد الكنيسة. هدها إزاي؟ من البيوت، روح ضارب الخلايا. مئات الألاف من المشاكل، لا أقول كلام فيه مبالغة، مئات الألاف من المشاكل اللي موجودة في مصر بين المسيحيين الأزواج والزوجات. لماذا؟ لأن ربما لا تجد طرف مثل المرأة أن تخضع. ربما تتحل المشكلة بالخضوع. سألت واحدة كرمناها في خدمتي قديما، كلام ده من 10 سنين، عندها 75 سنة وأصبحت أرملة، وديناها جائزة أنها الأم المثالية في المنطقة اللي أنا كنت بخدم فيها. فقلت لها ممكن تكلمي الأخوات تقول لهم كلمة واحدة، تقول لهم كلمة واحدة عن الحياة الزوجية. فعزيزي ستفاجأ بهذه الكلمة، قالت للأخوات، مسكت الميكروفون، قالت لها اخضعي بمزلة كي تسير الحياة الزوجية صحيح. بس الكلمة اخضعي بمزلة. طبعا الأخوات الحديثات تقول لك ايه الكلام ده، ايه الكلام العبط اللي بيقولوه الناس ده، نخضع كمان بمزلة؟ تقول انا بنقل خبرتي وعشت في زواج هادئ لاني فعلت هذا الامر. ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. يبقى الشخص يخضع لله، يخضع النساء يخضعن لرجالهن. يقول ايضا للمسيحيين الرسول بولس وكرر الرسول بطرس، يقول كده اخضعوا من اجل كل ترتيب بشري. ايه ترتيب بشري؟ ان كان للملك فكمن هو فوق الكل. المسيح هو حيث اكثر واحد ينفذ القوانين اللي في البلد على قد ما يقدر. عندما تكون القوانين منظمة للحياة يكون المسيح هو اول ما ينفذ القوانين. حتى القوانين التي نظن انها ملهاش لازمة، وهذا ما فعل الرب الاله مع بطرس الرسول وهو في الجسد. بطرس الرسول قابل الناس اللي بياخدوا الضريبة وبيقول الراجل، بيقول لبطرس الرسول: أما يوفي معلمكم الجزية؟ فبطرس بما انه يعني مقدام التلاميذ فقال بلى. كلمة بلى يعني ايه؟ نعم هيدفع. فدخل على المسيح إلهنا فسكت ما اتكلمش، والراجل مستني ياخد الضريبة اللي سأل. فقال له: ممن يأخذون يا بطرس الجزية؟
من الأجانب أم من البنين؟ قال له من الأجانب. قال له إذن البنون أحرار، إحنا ما ندفعش يا بطرس جزية، إحنا من البلد، إحنا أهل البلد، ما ندفعش جزية، ده من الأجانب عشان الخدمات اللي بقدموه، لكن إحنا أولاد البلد. بس قال ما دام أنت نطقت ببقك لألا نعسرهم اذهب إلى البحر والق الصنارة والسمكة التي تطلع ستجد فيها إصدار، اوفي عني وعنك. المسيح نفذ حتى قوانين ربما مجحفة اخضعوا في كل من اجل كل ترتيب بشري من اجل الرب. ليه؟ لانه ربنا مرات بيقول عيشوا في السلام، الموضوع يعني بسيط، عدي الموضوع. يا عزيزي عندما نتعلم عندما نتعلم الخضوع تسير حياتنا في سلام. لماذا؟ لأنه القديسين قالوا كده، قال أن الطاعة تخليك مسؤولية الطريق. عندما تطيع، وبالأكثر أتي إلى أمر شائك مرات يقول لك إحنا ليه نسمع كلام الكنيسة والأبهات الكهنة بتوعنا، نسمع ليه؟ يا عزيزي الله سيحاسبنا نحن عندما لا نقول أوامر الله نفسه، سيحاسبنا. فعلينا كمؤمنين كشعب للمسيح أن نخضع. يقول كده أيها الأحداث أي صغير السن اخضعوا للقصوص أو للشيوخ. يقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله واخضعوا لهم لأنهم سيعطون حسابا في يوم الدين عنكم. أي أن الله سيحاسبنا عندما نقدم أوامره، فيجب عليكم أن تقدموا طاعة. أنا بقول لك شطعني أنا، لكن طيع أوامر الله نفسه. يجب على كل من يكون عنده أب اعتراف، لأنه ده الطبيب اللي أنت اخترته، ده الطبيب الروحاني اللي حضرتك اخترته. ربما أبويا في الجسد أنا ما اخترتوش، ومستحيل واحد ولا سيأتي زمن من الأزمنة يجي واحد يقول لك أصلا اخترت أبويا، أنا اتوجدت لي أبويا ده أبويا. لكن عندما أرى أب الاعتراف أنا اللي بختاره، بيبقوا 10 أباء في كنيسة واحدة، أنا بقول ده أب اعترافي ما اتفرضش علي، بما أني أنا اخترته علي أن أطيع. عشان كده يقولوا للقديسين أن الطاعة تخليك مسؤولية الطريق. القديسين يقولوا كده أن الطاعة المسؤولية مش علي، على اللي قال لي، وأنا لا أحاسب لأن اللي قال لي هو اللي مسؤول. الطاعة تخليك مسؤولية الطريق، مش علي المسؤولية، على اللي قال لي. عشان كده على قد ما تقدر أب اعترافك في أمر ما قال لك كلام خد بركة. الناس اللي موجودين بعض الشباب يقول لك يا سلام، يعني أنا ما عنديش عقل، أنا ما عنديش فكر. هل عندك يا عزيزي وعزيزتي عندكم الخبرة الروحية الكافية التي بها تسيرون حياتكم؟ لماذا حياتكم مليئة بالأخطاء والشرور؟ لماذا؟ لماذا حياتكم لو أنتم ناس أصحاء في الروح؟ لماذا؟ عشان كده أبونا وظيفته أني صحح لي السكة، لأنه طبيب. ألم أخضع أنا للطبيب الجسدي مرات بقول واخد منه أدوية ويقدم لي جراحة في جسدي وبقول حاضر؟ كمان طبيب الروح مهم جدا أكون بسمع ليه. يا عزيزي الخضوع حلو، طاعة جميلة، وتعيش في سلام جم. لماذا؟ لأنك خضعت للشخص اللي فاهم لله نفسه. حضرتك مش فاهم كل حاجة في الحياة، حتى أدق الأشياء يا من تقول أنك خبير في هذا الأمر، هناك أمور لا تستطيع أن تصبر غورها، لا تستطيع أن تصل إلى نهايتها. يقول كده إلى عمق القدير تتصل، تستطيع أن تصل إلى أعماق الله؟ لا تستطيع. عشان كده ربنا أكتر منك عارف، بيعرف أكتر منك. عشان كده اخضع. كل ما تسمع وصية من المسيح والحاضر، كل ما تسمع وصية من أب اعترافك والحاضر. لما حتى البلد يكون فيها قوانين وهذه القوانين مفيدة لينا نقول حاضر، وكمسيحيين نبادر
بطاعة القوانين. إن كان للملك يقول الكتاب كمن هو فوق الكل. ربما التمرد وعدم الخضوع يقول أن الناس يعيشون في شر. شخص عايش في شر، الولد اللي في المراهقة اللي أبوه بيقول له وأمه يقوله تعالى بدري، يقول لهم لا مش هاجي بدري. ليه؟ عايز يقعد مع أصحابه، عايز يقعد على القهوة، عايز يعمل حاجات غلط. يبقى التمرد عبارة، مرات التمرد عبارة عن شرور، أريد أن أعيش في شر. يا بخت الشخص المطيع، يا بختكم لو عندكم أولاد حلوين مطيعين، يا بختكم. ما أعظم هذا البيت اللي عنده أولاد يقول البيت يقول الكلمة كلهم يقولوا حاضر نعم. كان السيد العظيم الإله القدير وهو في الجسد، لأن أمنا العذراء مريم قالت للملاك ليكن ليك قولك. جاءت العذراء أمنا القديسة في الهيكل مع يوسف النجار في يوم من الأيام، ودخلت تبحث عن يسوع، ظنته بين الرفق، كان جالسا بين الشيوخ. قالت له كده أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. قال لهم ينبغي أن أكون في ملئ أبي، أنا شغال الشغل بتاع أبويا اللي في السماء. لكن الكتاب ختمها بحاجة غريبة، نزل معهما وكان خاضعا لهما. يا سلام، الرب الإله اللي فهم كل حاجة يقول نزل معهما موطي راسه وكان خاضعا لهما. قال لها يا ماما، بقول لها يا ماما العذراء، بما انك سمعت كلام السماء، اما تقولي لي كلام انا كمان اقول لك ايه؟ اقول لك حاضر نعم. نزل معهما وكان خاضعا لهما. ما اعظم مراهقه المسيح، ان سميت مراهقه في سن المراهقه. واحد يقول لي هو المسيح كان في سن مراهقه بيعمل ايه؟ اهو مثال 12 سنه بدايه التمرد عند الولاد الذكور، بدايه التمرد. ما كانش متمرد، كان بيقول حاضر نعم. ألا يستهويك هذا الأمر؟ إنك تقول أنا كمان عايز أبقى خاضع لله ولإلهنا. كل المجد في كنيستي آمين. كانت جيسي أمه اللي ترسم ربما أسرته، لأنه مرات هو صغير بينزل الأب والأم معاه لغاية الكنيسة، ودي حاجة جميلة. ثانيا بنضمن أنه الولاد يكونوا مواظبين على الكنيسة لأنهم بيحبوا يلبسوا التونية ويحبوا يحضروا. لكن بطلب منهم طلبات، انه يكونوا زي اللي حد فهم الوعظة النهاردة. الوعظة عن ايه؟ الوعظة عن ايه؟ طاعة، صح؟ حلو، الطاعة. فاللي يميز الشماس كلمة حاضر، بيسمع كلام ابونا، بيسمع كلام الشماس الكبير، شخص سلوكه كويس في البيت كمان، كويس شاطر في الدراسة كمان، مشرف في الكنيسة وفي الشارع في أي حد. فأنا تملي أما باجي أرسم الشمامسة صغيرين بقول لهم سؤال، هل نسأل البيت ولا ما نسألوش؟ إيه رأيكم؟ نسأل عنكم في البيت دلوقتي، يعني كل واحد منكم أقول فين بابا وماما، ونسأل البيت هيقولوا إيه، يجاوبوا إيه، يقولوا إيه. نسأل المرة دي ولا بلاش؟ ها؟ إيه رأيكم؟ بلاش، ها؟ بلاش. لا خلي هنسأل الآباء الكهنة عنهم، لازم يكونوا بيزكوهم. نرسمهم ولا إيه يا أبونا مسلم؟ نرسمهم، ما نسألش البيت المرة دي، بلاش المرة دي. ها؟ عايزين إن إحنا نواظب على الكنيسة وعلى مدارس الأحد وعلى كمان طاعة بابا وماما. بكلم الشمامسة الصغيرين، اتفقنا؟ يا إلهنا الذي أمرنا على فم داود النبي قائلا سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب فإن المزمور جيد وإلهنا لذي التسبيح. نسألك يا رب أن تعطي عبيدك نعمة التسبيح والترتيل في الكنيسة المقدسة، أعطيهم فهما حسنا لما يرتلون به فارتل لك من عمق قلوبهم بروح الصلاة والعبادة، أعطيهم أن يخدموك بقلوب وأنفاهم وألحانهم، اقبل تراتيلهم كرائحة بخور قدامك، ابعد عنهم روح الغرور والتزارم حبة المديح،
اجعلهم خداما صالحين كريالا ايسون كريالا ايسون كريالا ايسون. ايها المسيح الهنا ضابط الكل نسالك ونطلب من صلاحك عن عبيدك الواقفين امامك الذين جاءوا الى كنيستك الجامعه الرسوليه اضع عليهم بحلاوه اقوالك المقدسه. هب لهم ان يرتلوا بفهم وتسابيح روحانيه يستحقوا أن يبتدوا بأمانة يتعبدوا لك بالعقل والطهارة. قدسهم باركهم املأهم من مخافتك احرسهم بقوتك الملائكية أغنهم بكل عطية صالحة موهبة تامة لكي يعيشوا كأرادتك المقدسة الطوبوية المرضية لك ويدعو إلى النمو الكامل أفضل جدا الذي روحك القدوس. كريالا ايصان كريالا ايصان كريالا ايصان. ارجع تاني خلص تصور صوره معاك انت وبعد كده تاني حطها كده. لا 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 ندعوك يا نوفير بصلتوس كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا بافلي بصلتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا جوناثان بصلتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا كورلوس بصلتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا نوفير بصلتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا أنطونيوس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا مرقس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا ماسيو بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا أنطونيوس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا جون بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا كارلوس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا يوساب بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا بيير بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا توماس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا أندرو بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا يوسف بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا بيير بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا أندراوس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا مينا بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا يوسف بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا كيرلوس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا نوفير بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا تدروس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا بشوي بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا بشوي بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا يوحنا بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا شنودة بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا أندرو بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. ندعوك يا كريس بصلتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين. آه 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 آه
اكسيوس نكفي ايكني ابصال تستيس. ندعوك يا مارشيلينو سابتوس كنيسة مقدسة الجامعة الرسولية. امين. ندعوك يا جاستين بصالتوس كنيسة مقدسة الجامعة الرسولية. امين. ندعوك يا جرجس بصالتوس كنيسة مقدسة الجامعة الرسولية. امين. ندعوك يا يوسف بصالتوس كنيسة مقدسة الجامعة الرسولية. امين. ندعوك يا يوليوس بصالتوس كنيسة مقدسة الجامعة الرسولية. امين. ندعوك يا يوسف بصالتوس كنيسة مقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. اكسيوس نكفي ايكني ابصال تستيس. ندعوك يا ستيفن بصالتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا جوزيف بصالتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا يوسف بصالتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا بيشوي بصالتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا جوزيف بصالتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا بيمن بصالتوس كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. ندعوك يا داود بصالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا بيشوي بصالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا ديفيد بصالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا بافلي بصالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا يوسف بصالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. اكسيوس نكفي ايكني ابصال تستيس. ندعوك يا مسيو سالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا روجي بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا ميشيل بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا مايكل بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا كيرلوس بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا انطوني بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. ندعوك يا امير بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا جرجس بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا فادي بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا فادي بسالتوس الكنيسة المقدسة جامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا بيتر بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا كيرلس بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا جورج بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا بيشوي بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. اكسيوس نكفي ايكني ابصال تستيس. ندعوك يا بانو بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا كيرلوس بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا مينا بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا بيشوي بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا فادي بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا فادي بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا مينا بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. ندعوك يا ارساني بسالتوس الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. امين. امين. اكسيا تي اجيا
تبارثينوس اكسيوس نيك ايفي اي كيني ابصا التستيس. رسومات الثلاثة على الشمامسة اللي اترسموا عشان نرسم التواني وكمان يتقدسوا للخدمة. خنفران من فيوت نوشينا بابن مسوا بنوت نوتا من في اسم رؤوت جيف نوت فيوت بيبان دكراتور آمين. اسم رؤوت نجيب في منوغانيس شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين. اسم رؤوت نجيب ابن مسوا بن باركليتون آمين. نفران مفيوت الرتبة الثانية اللي هي أغنوستوس. الأولانية كانت بسالتوس يعني جاية من ترنيم أو تزمير جاية من بسالموس. والولاد اللي اترسموا دلوقتي وظيفتهم يتعلموا ألحان، يتعلموا قبطي، ويتعلموا شوية سلوكيات أدبيات الكنيسة. أما الأغنوستوس فوظيفته أنه يعلم، مسؤوليته التعليم، وحيث كل خدام مدارس الأحد هو أصلا أغنوستوس. بس أنا بشترط حاجة في رسامة الأغنوستوس، أن لابد أن يكون بيلتزم أن يقرأ كل يوم في الكتاب المقدس 3 إصحاحات، ده أقل واجب. اللي مش عاجبه يتنحى عن الطابور. اللي واقفين قدامي في ناس أوفر إيج، يعني خلاص العمر في حدك تقرأ بكتير، يعني عندك وقت طويل، وقت انك يعني في اليوم تقرا كتير، لكن اقل حاجه 3 إصحاحات. اللي مش عاجبه العرض ده ما يترسمش، كمان اما تاثر فيها تروح تعترف انك ما قريتش.
مش اختياري. ان كان عاجبك ده العرض اللي عندنا. كان عاجبك ها؟ عجبنا. وكمان اللي اترسموا اغنوستوس عشان نكمل الموضوع، اللي اترسموا اغنوستوس اللي واقفين وسط يقروا ثلاث اصحاحات كل يوم في كتاب المقدس، عشان ده لم يطلع عليك في باثر، لا مش اثر رجعي من اليوم يعني. اتفقنا؟ وده كويس، عشان ساعات الشمامسه لما بيجوا يقروا بيقروا حاجات غلط. لماذا؟ لانه ما بتقريش في البيت. وارجو قراءه اللغه العربيه بالتشكيل، لانه حرف واحد وكلمة واحدة ونقطة واحدة بتغير المعنى. وللأسف مرات الشعب بيبقى عنده فهم أكتر في اللغة العربية وفي كتاب المقدس، وربما أخت من الأخوات حضرة القداس هي اللي بتعدل على الشماس، وده خطأ. إن لازم هو نفسه يبقى معلم ومفسر. فاللي ترسم أغنوستوس، اللي رسم أغنوستوس بقى لهم فترة يرفعوا ديهم، اللي ترسموا. طب مش الشعب، في ناس تقرا كل يوم ثلاث اصحاحات من كتاب المقدس. واجب سهل، مش هياخد معاك نص ساعه. بدل الفيس والدش والكلام ده، حلو ان احنا كتب المقدسه تبقى في افكارنا. اتفقنا؟ موافقين؟ نسأل ونرغب إليك أيها الرب الإله ضابط الكل، اقبل أغنوستوسية عبيدك في بيعتك وفهمهم حقوقك، هب لهم مخافة عبوديتك، اجعلهم مستحقين أن يلمسوا الأوان، يكونوا أغنوستوسيين مكرمين أمامك، يكفوزوا بتحننك مع الذين أرضوك منذ الباكر. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا الله العظيم الغني في مواهبه، الذي أنعم على بيعته بالرتب وأقامه فيها من قبل الدهاز الدرجة، وعبيدك هؤلاء الذين دعوتهم للأغنوستوسية، تفضل لهم من كل حكمة من كل فهم ليتلوا أقوالك الإلهية، احفظهم في عبادتك بغير لهم، كملهم في مواهبك غير المنتقلة. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. أيها الإله محب البشر، ماسك كل بيدي الفايد، روح على كل أحد الذي كل شيء قائم بسلطانه، اظهر وجهك على عبيدك القائمين أمامك والذين قدموهم لينظروا بأقوالك المقدسة التي لديه العتيقة والحديثة، يكرزوا بأوامرك لشعبك وعلمون كلامك الطاهر الذي من جهته خلاص نفوسهم ونجاتهم. نعم يا رب اذل لهم بيانك، أضع عين قلوبهم بنور وصاياك، هب لهم قلب متواضع كي يقرأوا ويدرسوا فيها بنيانا لسامعيهم، مجدا وإكراما لملكوتك أيها الآب والابن والروح القدوس. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. أيها السيد الرب الإله ضابط كل الذي سبق أن يعرف عدد أصفياءه في كل عالم، سبقت أن تدعوهم الذي اختار عذر عبده وأعطاه حكمة ليقرأ ناموسك لشعبك. أنت الآن يا رب اخترت عبيدك هؤلاء الذين يرسمون أغنوستوسيين، منحهم حكمة وروح النبوة ليطلوا أقوالك المقدسة لشعبك بسيرة بغير لوم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. ندعوك يا بنيامين أغنوستوس في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية. آمين. نفران من فيوت نمشينا بابن ما سوا بنوت نوت من في اسم رؤوت جيف نوت فيوت ميبان دكراتور. آمين. في اسم رؤوت نجيب فمنو كنيس نشير يسوس بخريستوس بن شويس. آمين. في اسم رؤوت نجيب ابن ما سوا بن باركليتون. آمين. عايزين نقص شعر مش عارفين مين. ندعوك يا بطرس أغنوستوس في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية. آمين. آمين. نفران من فيوت نمشين بابن ما سوا بنوت نوت من في اسم رؤوت نجيف نوت فيوت
بيبان دكراتوس آمين. تسمرقو تنجيب فمونو جنيس شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين. تسمرقو تنجيب ابن ميسواب مبارك ليتون ندعوك يا جرجس أغنصتس كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين ترانم فيوتني وشينم بابن ماسوا بنوت نوتة من في اسم رؤوت جيف نوت فيوت بيبان دكراتور آمين اسم رؤوت جيف في منوجنيس شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين اسمرو تنجيب ابن ماي ثواب مبارك ليتون آمين ندعوك يا كراس أغنصتس كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين يوتني وشينم بابن ميسوا بنوت نوتة من في اسم رؤوت نجيف نوت فيوت بيبان دكراتو آمين اسم رؤوت نجيف في منوجنيس شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين اسم رؤوت نجيف ابن ميسوا بنبارك ليتون ندعوك يا كرولوس ابصل اغنصتس في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين راني فيوتني وشينم بدن ميسوا بنوت نوتة من في اسم رؤوت جيف نوت فيوت بيبان دكراتو آمين اسم رؤوت جيف في منوجنيس شيريسوس بخرس سوز بن شويس اسم رؤوت نجيب ابن ميسوا بنبارك ليتون آمين ندعوك يا مينا أغنصتس في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية آمين آمين فيوتني وشينم بابن ميسوا بنوت نوتة من في اسم رؤوت جيف نوت فيوت بيبان دكراتو آمين اسم رؤوت نجيب في منوجنيس شيريسوس بخريستوس بن شويس آمين اسم رؤوت نجيب ابن ميسوا بنبارك ليتون Seios nek eve ay keni ana agnostis Say yours, Baba.
بطرس يا روما أرتيروس أكسيوم سا Seios beshoi seboro geo or geo sa قبلوا بعضكم بعضا بقبلة قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرأس قفوا بخوف ورعدة ولا الشرق انظروا ننصت هيتن برز في انتت ثقاطكم سلم نفسه للموت عن حياة العالم نؤمن ونصدق كذا خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس طبويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين نظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبه وسيد كل أحد شكرا آمين باركه آمين قدسه آمين نؤمن ونعترف ونمجد قسمه أعطاه لخواص تلاميذ القديسين رسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة آمين إذا أيضا الكاس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء
اطف شبه موت آمين سموره آمين فراج يا زنان مف آمين كبال بستيف آمين كأمالغ آمين كذك صادو آمين زاقب أعطاها أيضا لخواص التلاميذ القديسين وصل الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكر وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين إن كل مرة تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامة تذكرون إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا وفيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا قرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال في كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك يا رب نسجد لك رزق من آمين وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له نؤمن وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا نؤمن حياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب آمين الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس دام الكريم
ولدمك الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل رب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب ارحم سلام لجميعكم ولروحك أيضا هو ذا كائن معنا اليوم على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله يا ليسون كير يا ليسون يا رب ارحم الجالس على عرش مجده الذي يقف امامه الوف الوف وربوات ربوات الملائكة اربعة الحيوانات غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث تقدسان أربعة والعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم أربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم أربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملو بخورا الذي هو صلوات القديسين كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب أربعون ألفا البتوليون غير الدنسين سبحون الرب قائلين قدوس 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 آمين هللويا آمين هللويا نحن أيضا نسجد للثالوث القدوس نسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين هللويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين هللويا قدوس الروح القدس البارك ليه امين هللويا امين هللويا مقدسة مملوة مجدا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم العذراء أمين هللويا مقدسة مملوة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله
آمين. هللو يا آمين. هللو يا من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق، دمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، أنا أقيمه في اليوم الأخير. كيريا ليصان، كيريا ليصان، يا رب ارحم. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نتجرب دالة بغير خوف أن نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات نصلي جابني. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، خيم بخير.